احنا معانا الناقد الرياضي ايمن بدره علشان يعني ايه نستجلي كده اخبار البعثه بتاعتنا. ايه استاذ ايمن، مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا استاذ ايهاب على حضرتك وعلى الساده المشاهدين الاعزاء. معلش يعني انا النهارده في المقدمه كنت جبت سيره الصوره بتاعه ترابيزه البينج بونج بتاعه عمر، لكن احنا برضو بندعمه كبطل مصري ونسعد بيه وعايزين نعرف ايه اخر اخبار بعثتنا هناك. هو طبعا يعني الحدث الايجابي اليوم هو تاهل عمر عصر لاول مره لدور الثمانيه في تاريخ الاولمبياد في لعبة تنس الطاوله، والحقيقه ده يعني بيضعنا في مرتبه في التصنيف جيده جدا غير مسبوقه بالنسبه للاعب. طبعا نتمنى انه في يعني فردي السيدات برضو دينا مشرف، او بالنسبه طبعا دينا مشرف خرجت، لكن في يعني في الفرق هيبقى الوضع صعب شويه، خاصه ان احنا يعني هنواجه الصين في بدايه المشوار. هو عمر هيلاعب بكره المصنف الاول على العالم. ده بقى ده موقف صعب، بس لو خرج هيبقى خروج مشرف جدا برضو. هو طبعا وجوده في دور الثمانية الحقيقة إنجاز كبير، لأنه عمر الحقيقة قطع شوط وغلب بطل تايوان، وده يعني برضو من المصنفين طبعا مباريات قوية، والحقيقة أنه هو ومدربه هو عمر يعني كده يا فندم مصنف 19 في اللعبة على العالم مش كده؟ وإحنا طبعا مع يعني بنتمنى أنه هو مع الماتش اللي جاي ان شاء الله يعني تصنيفه يرتفع اكتر من كده. يرتفع طبعا. طب ايه تاني يا فندم ينتظرنا؟ بقى له 5 سنين في فرنسا. وهو طبعا كان لاعب النادي الاهلي قبل كده، ومن قبل خالص هو من مدينه دسوق. أيه. ومدربه ماجد عاشور من مدينه دسوق، ورئيس الاتحاد الحقيقه معتز عاشور من مدينه دسوق. فلازم يعني عبر قناتك نبعت تحيه لمدينه دسوق اللي عملت النهارده طبعا هذا الانجاز يعني. طب ايه يا فندم تاني متوقع لنا؟ بيقال انه ينتظرنا برضو لعبات جماعيه نستطيع ان نحقق فيها شيئا جيدا. والله هو اللعبات الجماعيه احنا طبعا كره القدم اللي ان شاء الله بكره هتلعب مع استراليا، ده ماتش لا يقبل القسم على اتنين زي ما بيقولوا. مباراه لابد فيها من فوز المنتخب المصري، المنتخب الاولمبي المصري على المنتخب الاسترالي. منتخب طبعا استراليا كان حقق يعني نتيجه ايجابيه في بدايه المشوار وفاز على الارجنتين 2-0 واتغلب من اسبانيا. احنا طبعا اتعادلنا مع اسبانيا في اول مباراه، تعادل الحقيقه كان جيد جدا، واستطعنا ان احنا نقيد الماتادور الاسباني ونحد من خطورته بشكل كبير. مباراه كانت تكتيكيه عاليه، كان فيها روح عاليه. جينا لعبنا الارجنتين في المباراه الثانيه، ولكن يعني حصل خلل دفاعي وبطء في التطور الهجومي. وعدد الهجمات كانت قليله جدا، فخسرنا بهدف 1-0 في الدقيقه 52 من زمن المباراه. احنا ان شاء الله بكره نكسب استراليا، لكن برضه مطلوب انه اسبانيا تكسب الارجنتين، وده طبعا مش بايدينا، لكن نتمنى. كان عندنا امل ان المنتخب يعني يخطو خطوات بايده ان هو يقدر كان اذا تعادل مع الارجنتين او طبعا. معلش اللي جاي خير يا فندم، بشكرك خير جدا. عندنا طبعا المباراه المهمه جدا بكره لازم ننوه عليها، بس مباراه الهاندبول مع اليابان. ان شاء الله باذن الله تكون مباراه فوز لمنتخب مصر عشان يقدر ان شاء الله يواصل مشواره. كره اليد المصريه من اللعبات الجيده جدا اللي بترفع راسنا. بشكرك جدا الناقد الرياضي ايمن بدره، ونتابع مع سعادتك الفتره القادمه ان شاء الله نجاحات جديده لأبطالنا ومزيد من الأمنيات الطيبة للتفوق ووضع اسم مصر في أعلى مكانة بالاجتهاد فقط